الطفرة. يوضح هذا الموضوع المفهوم أنواع وتأثيرات الطفرة. فلننظر إلى بعض الخلايا في جسمنا. إذا تأملنا الخلية من الداخل نرى النواة خلية جزيئات عضوية أخرى يوجد داخل النواة بعض الكروموسومات. يوجد أربطة على الكروموسومات وتدعى جينات، وشفرة الجينات لبروتينات مختلفة. أي تبديل في الجينات يسمى طفرة. نجد أربطة في الكروموسومات، وكل رابطة تمثل الجين. لزيادة الاستيعاب نستخدم عبارة القط السمين أكل الفأر الصغير. طفرة نقطية هي تغير بسيط في عنصر واحد من تتابع الجين، وهذا يعادل تغيير حرف واحد من جملة. مثال ذلك إننا نغير الحرف سي في كلمة كات إلى الحرف اتش. بعد التغيير تتغير لتصبح القبعة السمينة أكلت الفأر الصغير. طفرة حيود الإطار يدخل عنصر أو عنصران أو يتم حذفهم في طفرة حيود الإطار، وهذا يعادل إضافة أو تحريك حرف في جملة. يمكن أن يجعل هذا النوع من الطفرة الحمض النووي عديم القيمة، وهذا مثال على طفرة حيود الإطار. نستخدم نموذج الجملة، وهي عندما يحذف حرف تي من كلمة كات ولكن نحتفظ بفراغ الحرف الأصلي. إطار الانتقال تعدل الجملة إلى فات كا هاو إير آت. الحذف يطلق على الطفرة التي ينتج عنها فقد الحمض النووي الحذف. ويمكن أن يكون صغيرا مثل حذف كلمة واحدة فقط، أو محذوفات أطول تؤثر على عدد كبير من جينات الكروموسومات. يمكن أن يسبب الحذف طفرة حيود الإطار. الإدخال يطلق على التغييرات التي تنتج عن إضافة المزيد من الحمض النووي إدخال، ويسبب طفرة حيود الإطار وينتج عنه بروتين ليس له وظيفة. ولكن بعد الإدخال تصبح ذا فات كات إلوي ذا وي رات. التعاكس يتم قلب جزء كامل من الحمض النووي في تغير التعاكس. ربما يستخدم تعاكس بسيط عناصر قليلة داخل الجين، بينما تستخدم انعكاسات أطول مناطق أكبر من الكروموسومات تحتوي على العديد من الجينات.